طبعا احنا لسه في الساعات بدايات الأولى من فتح أماكن الاقتراع، لسه طبعا الناس لم تقبل بالشكل المكثف اللي احنا نتوقعه. احنا على أمل ان شاء الله في هذه الانتخابات يبقى الحضور يزيد على 30 مليون. وأنا شخصيا يعني اديت صوتي للمرشح عبد الفتاح السيسي عن اقتناع وعن انه قادر على إدارة شؤون الدولة في المرحلة الحرجة الصعبة. بنقول في النهاية كلا المرشحين وطنيين مخلصين، إنما الأقدر والأنسب لهذه المرحلة المرشح عبد الفتاح السيسي اللي أنا أعطيته صوتي بالفعل، اللي إن شاء الله نتمنى إن ربنا يقدره ويوفي ما تعهد به للشعب المصري.